أما ماكينة ما تخفاش على حتى اليوم، خاصة على الشباب، ماكينة رجعت تخنق في أنفاسنا، رجعت تحاصر في جميع تحركات الشباب، ورجعت تحاكم في الشباب. ربما تفاعل معك أنت صديقتي ريم، عدد اللي في بالي بي وحسبي وأني قاعد نتبع في مختلف التحركات الاجتماعية والاحتجاجية بتاع الشباب، أكثر من 256 شاب محال على قضاء الجزائي التونسي، الأغلبية بتاعهم محالين على توفسلكم علاش محالين على الدوائر الجنائية، يعني توجد لهم تهم جنائية العقوبة فيه تتجاوز 5 سنوات سجن، والبعض منهم محال على القضاء الجناحي، التهم تعرفوها اليوم اللي يعمل ومانيش قاعد نبالغ، اليوم خاصة السنة هذه والمفتتح السنة هذه اللي يعمل تحرك في الشارع ينجموا يوقفوه ويوجهوا له تهمة اجتماع عام غير مرخص فيه، اللي يعمل اعتصام في خدمته وإلا في مؤسسة عمومية ما مطالب برسم من المطالب المشروعة ينجموا يوجهوا له تهمة تعطيل حرية الخدمة، والتهمة هذه مانيش باش نزيد لكم برشا، إذا كان قلت لكم راهو خلقها المعمر الفرنساوي موجودة في تونس من عام 1943 جريمة تعطيل حرية الخدمة، وللأسف الشديد حكومتنا الموقرة وسياستنا الجزائية الموقرة رجعت تنشط في التهمة هذه وتتعامل معها. واحد للأسف الشديد قضاءنا اللي حبينا ولا كرهنا مازال قضاء محافظ، يعني لا نراعيه الظرف العام ولا نراعيه وضعية الشبيبة هذه ولا نراعيه الإطار الجغرافي السياسي اللي تحركوا فيه الأحمد هذا شيء. القضاء يجيه ملف ياسر، ما نحكيلكمش عن التجاوزات اللي ارتكبوها البوليسية في الملف هذاك، تلقى روحه طبق في نص هكاك تقولش عليه كمبيوتر دخل له مجموعة من التهم يخرج لك مجموعة من الأحكام والمرنقية تعيط. علاش هما الشباب قاعدين يتحاكموا؟ علاش شباب في الثورة وقت اللي خرجوا وحتاج وبعد صاروا برشا قضايا ضدهم تم معناها إصدار قرار للعفو عنهم، علاش توا معناها عندنا قانون يظهر لي كيف ما تم معناها وأجمعوا سادة القانون إنه غير دستوري، علاش ما يتمش النظر فيه؟ لازم باش نبدلوا القوانين، معناتها تعرفوا أنه تقريبا ترسانة كاملة تاع القوانين اللي موجودة اليوم ما عادش تتمشى مع الدستور وتتطلب معناها كلها تحيين وتنقيح وربما حتى إعادة صياغتها جديد، مش فقط معناها تنقيح، والقانون ما عادش كما كان قبل معناتها في ساعتين ثلاثة معناها تنصدقوا على زوج ثلاثة قوانين، اليوم معناها باش تعدي قانون على اللجنة الناس كل تحب تعدي تدي دلوها في قانون هذاك وتقطع إيغايها، وهذا طبعا حقهم في إطار الديمقراطية الشبكية، وإحنا زادة كنواب نحتاج أيضا للاستماعات، يعني لابد أنك تستمع لشيخ المبادرة، تستمع للنقابة إذا كان عندها علاقة بالقانون هذاك، تستمع للمجتمع المدني في اختلاف معناتها أشكاله في مختلف معناتها تنظيماته، وهذا بطبيعة الحال يخلينا معناتها ناخذ اكثر وقت باش نجمو نصدقوا على القانون. يعني احنا شباب ونحترموا القانون ونحترموا مؤسسه الدوله وعلى راسها المؤسسه المعنات بصناعه القوانين، قاعدين نقدموا في المبادرات، تعرفوا النقابات الامنيه ايش يعملوا الوقت؟ وهذه فضيحه. النقابات الامنيه وقت اللي قاوا زملائهم في قضايا شهداء وجرحى الثوره قاعدين يحاربوا، والقضاء والضغوطات منعوهم باش يطبقوا القانون 69 اللي يجعل من المحتجين مجرمه، ايش عملوا؟ ولو ما عادش يطبقوا القانون على الضربه،